احنا بنحب بس نعرفكم كل حاجه هتحصل في رمضان بالنسبه للاكل، بالنسبه للتمرين، بالنسبه لازاي تعملي فورمه في رمضان، انت ازاي ما توقعيش عضلات في رمضان، بالنسبه انت تخسي ازاي او الشيب بتاعك يفرق ازاي. هنعرف النهارده بقى هناكل ايه وهنبتدي بايه بعد التمرين على الفطار. مبدئيا انت بتبتدي بالشوربه او بالعصير علشان يبقى في كميه ميه داخله جسمك. بعد كده بنبتدي بالخضار اللي فيه ميه شويه، ممكن السلطه، ممكن تاكلي خيار، تاكلي خس، الحاجات اللي فيها ميه شويه علشان تحسي بالشبع اكتر، فبالتالي ما تاكليش كميه من البروتينز والكربوهيدرات كبيره، تقللي في الكميه. وبعد كده بنبتدي ناخد كميه من الكربوهيدرات والبروتين، سمك، كفته، لحمه، نفس الكلام الكربوهيدرات ممكن بطاطس او رز. وهنتكلم برضو عشان في قطايف وكنافه وفي حاجات كتير قوي انت بتحب تاكلوها، هنقول هي تتاكل امتى وتتاكل قد ايه. وبرضو يوم الفري في رمضان لو انت عايزه تاكلي وفي عزومه، وطبعا هم مش عاملين لك اكل هيلثي، هنقول لك انت هتاكلي ازاي في رمضان. التمرينه دي هتبقى عباره عن انت هتشتغلي بجسمك كله، تمام؟ ترفعي ايدك فوق 1 2 3 4 5 6. بس التمرينه دي هتعملي فيها ورم اب قبل التمرينه بتاعتك الاساسيه، وهتشتغلي بيها هترفع ضخ الدم في جسمك وهتدخل هواء زياده لجسمك. اوكي، هستناكم في حلقه جديده ان شاء الله، يا رب تكونوا استفدتوا.